اليوم سنتطرق إلى كيفية أخذ ميعاد من البوسطة عبر الواتساب لعمل سبيد أو دفع الفواتير أو غير ذلك. سنترك رقم الهاتف في خانة الوصف اللي من خلاله يمكنك حجز الميعاد. اكتب في الواتساب vorrei prenotare un appuntamento. عليك الانتظار بعد لحظات حتى يتم الرد الآلي عليك، قد يستغرق أكثر من 10 ثواني. عند الرد الآلي يوجد 3 اختيارات: الأولى أن نبحث عن مكتب بريد، الثاني هل تريد حجز ميعاد من مكتب بريد أو عمل سبيد، الثالث إذا كنت في انتظار أحد الأشياء قمت بشرائها عبر الإنترنت وتريد متابعتها وميعاد الوصول. سنكتب رقم 2. هنا عليك كتابة اسم الكمونة التابع لها. ثم عليك كتابة العنوان بدون رقم المبنى. الآن يسألك عن رقم المبنى، إن كنت لا تعرف يمكنك كتابة SNG. في تلك الرسالة يوضح إن أقرب مكتب بريد لي هو في فيا كولومبو، ويسأل إذا كنت أريد ميعاد في الساعات القادمة أو في وقت آخر. سنكتب 1. إذا كنت تريد الميعاد لإرسال طرد أو استقبال، اكتب رقم 1. أما لجميع العمليات مثلا الدفع وغيره، اكتب رقم 2. أما لعمل سبيد فاكتب رقم 3. اخترت جميع العمليات رقم 2. أعطاك الميعاد المتاح في الساعات القادمة ويطلب منك التأكيد، فاكتب سي أو كونفيرما. الآن قد حصلت على ميعاد من مكتب البريد، لن تنتظر في طوابير، عليك فقط إظهار تلك الرسالة الموجود بها الكوديتش الخاص بك في الميعاد. نتمنى أن نكون قد أفدناكم.